بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ كورس الخاص بالكلين كود. النهارده هنتكلم فقط عن كورس انترودكشن اند بلان. الكورس ايمز اند اوبجكتيف، الهدف من ان احنا ناخد الكورس الخاص بالكلين كود، احنا ازاي نتعلم نكتب رايتنج ريدابل كود، نتعلم البيست تكنيك عشان نكتب ريدابل كود، نتعلم الكي برينسيبلز والرولز والكونسبت اللي ذات allow you to write clean code. learn with hand on examples، هنتعلم بالاكزامبل اللي هنطبقها في اللاب وفي المحاضرة ازاي ان احنا نكتب good code وازاي نحول ال bad code ل transform ال bad code ل good code، ونزود ال skills الخاصة بيك عشان تبقى better programmer. برضو ازاي تعمل هنتعلم شوية كونسبت عشان تعمل ديزاين للكود بتاعك الخاص بيك، وهنتعلم شوية برينسيبل اللي هي السوليد برينسيبلز اللي هم الفايف سوليد برينسيبلز اللي هم السنجل ريسبونسبيلتي برينسيبل والاوبن كلوزد برينسيبل والسكوب سبستيوشن برينسيبل والانترفيس سيجريشن برينسيبل والديبندنسي انفيرجن برينسيبل. دي شوية برينسيبل أو قواعد حطها الخبراء في السوفت وير عشان تحل مشاكل كتير ظهرت أثناء تطوير البرمجيات. فحطوا برينسيبلز وقواعد عشان اللي يجي بعديهم ويتعلمها ما يقعش في نفس الأخطاء دي أو نفس المشاكل. لما انت تتعلم السوليد برينسيبل دي هيخلي ديزاين السوفت وير بتاعك افضل واحسن وفليكسيبل وريدابل، و علمك فكره ان تتعلم السوليد برينسيبل دي هتخليك بيتر ديفلوبر، اند هتعلمك تكتب كواليتي كود، يعني كود لما تيجي تقدم في شركه بره مصر او شركه كبيره او محترمه وتبقى في تاسك مطلوب منك عشان انت بتقدم في شركه، ممكن تبقى انت بتعمل التاسك بتاعتك صح وبترن بس ما بتتقبلش. يا ترى انت ما اتقبلتش ليه؟ هل انت عشان الكود ما بيرنش، ولا عشان في مشكله في طريقه ديزاين الكود، طريقه ان انت ما اتبعتش برنسبلز معينه في طريقه، هل الكود بتاعك مش ريدابل، مش ممكن ان احنا نستخدمه في حاجه تانية، الكود بتاعك مش فليكسيبل and reusable. برضو من أهداف الكورس بتاعنا understand the costs and trade-off associated with object-oriented design and get a leg up in ensuring that your code base is much cleaner. برضو من أهدافنا اللي احنا gain a deep understanding of solid principles, learn from examples of clean architecture and solid code, apply solid principle in order to write quality code as a software انجينير، ازاي نابلاي السوفت وير دي على مشاكل واقعيه هنشوفها ونحلها. برضه من اهداف الكورس بتاعنا ازاي obtain a solid understanding of what design pattern are, how to implement them and why you should. انت ليه هنفهم ليه ايه المشاكل اللي كانت موجوده، مشاكل موجوده اثناء تطوير السوفت وير، وعلى اساسها تم وضع حلول ليها وسموها design pattern. هناخد ايه هي كانت المشكله وازاي نحلها ونعمل implementation للكلام ده وليه نعمله اصلا، ونفهم الكونسبت عموما بتاع الديزاين باترن اللي اتحط وسط الجانج اوف فور. برضو هتبقى قادر اللي انت لما تشوف مشكله في اثناء تطويرك للسوفت وير الخاص بتاعك ازاي تابلاي الديزاين باترن ده عليه. The student will be able to understand how to look for problem in software application development, identify the context, and choose the appropriate and the elegant solution. أيضا أنت هتبقى understand the concept, so the number of samples, examples, demo, hand-on labs, out of the box examples. التكست بوكس الخاصة بينا هما 5 تكست بوك. طبعا هناخد من كل تكست من كل كتاب شوية chapters، مش هنشرح الكتاب كله، احنا هناخد بس الشابترز اللي احنا محتاجينها. الكتاب الاولاني هو بتاع بوب مارتن او روبرت سي مارتن. الكتاب الاولاني كلين كود هاند بوك اوف اجايل سوفت وير كرافتسمانشيب،
والكتاب التاني كلين اركتكتشر لبوب مارتن برضو، والكتاب التالت اللي هو جافا ديزاين باترن، والكتاب الرابع ديزاين باترن انمتفريزبل اوبجكت اورينتد سوفت وير بتاع جانج فور. ده الكتاب اللي عرف ديزاين باترن على اساس علمي يمكن تدريسه. والكتاب الاخير طبعا كتابي الاساسي والشهير جدا هيد فيرست ديزاين باترن. بالنسبه للكورس بتاعنا هيكفر التوبيك دي، البارت الاولاني هنتعلم فيه ازاي نكتب رايت كلين كود، البارت الثاني هتعلم السوليد السوليد برنسبل اللي هما ذا فيرست فايف برنسبلز اوف اوبجكت اورينتد ديزاين. بارت 3 في الكورس بتاعنا هتعلم الديزاين باتر. بالنسبه للبارت 1 اللي هو رايت كلين كود، هندرس من تكست 1 اللي هو كلين اركتكتشر، هناخد فيه شابتر 2 مينينج فول نيمز والفانكشن والكومنت والفورماتنج والاوبجكت اند داتا ستراكشر والايرور هاندلنج. بالنسبة للجزء الخاص بالتستنج احنا في الكورس ده مش هنكفر التستنج، هنكفره في كورس تاني. بالنسبة لشابتر 17 اللي هو سميدز اند هيوريستكس، دي شوية نصايح معتمدة على خبرات بوب مارتن، بيقول لنا ايه بقى النصائح النهائية في مجموعة نصائح كده، مجموعة من النصائح نكتب عشان نكتب كلين كود. بالنسبة للجزء التاني اللي هو الخاص بالسوليد برينسيبلز، هيبقى الكتاب التاني اللي هو بتاع بوب مارتن برضه اللي هو كلين اركتكتشر. هذا شابتر 7 اللي هو ذا سنجل ريسبونسبيلتي برنسبل، شابتر 8 اللي هو ذا اوبن كلوزد برنسبل، شابتر 9 اللي هو سكوب سبستيتيوشن برنسبل، شابتر 10 اللي هو ذا انترفيس سيجريشن برنسبل، شابتر 11 اللي هو ذا ديبندنسي انفيرجن برنسبل. طب احنا ليه ما درسناش من الكتاب الاولاني؟ والكتاب الاولاني على فكره كان فيه برضه المواضيع دي كانت داخلة فيه مدمجة فيه، لكن كانتش واضحة أوي زي الكتاب التاني. كتاب كلين أركتكتشر كان الشابتر واضح، لو بيتكلم عن البرنسبلز دي وبيوضحها في شكل بروبلم. لو أنت فعلا في سوفت وير شغال تيم مانجر في شركة، وجات لك بروبلم وتعرض عليك بروبلم، وازاي البروبلم دي لما ظهرت وازاي هتحاول تحلها، فبيعرضها لك في شكل افضل واحلى في شكل بروبلم سولوشن. بالنسبه للجزء التالي هيكون عن ديزاين باترن. طبعا ديزاين باترن متقسم لكرييشنال ديزاين باترن بانواعه، فاكتورينج ميثود ابستراكت وباقي الميثودز، استراكشر ديزاين باترن والبيهيفير ديزاين باترن. وطبعا في تو تايبس تانيين اللي هو ايديومز اند اركتكتشر باترن، بس احنا مش هيكون انكلودد في الكورس بتاعنا ده، اللي هم مش مشهورين يعني، مش مشهورين مش زي الثري ديزاين باترن، الثري تايبس اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم مشهورين، دي حاجات معروفة اكتر خاصة بشركة اوريكل، فمش هنتعمق فيها اكتر. طبعا في الكورس ده احنا مش هنقدر ننزل 23، طبعا ممكن في الكورس لان انا بدرسه في الكليه مش هنقدر نخلص 23 ديزاين باترن، لكن في التسجيل فيديوهات هحاول اخلص 23 ديزاين باترن. بالنسبه للجريد بوليسي بتاعتنا، الاكزام على 60 درجه، الميد تيرم اكزام على 20 درجه، البروجكت على 20 درجه. الكورس بروجكت كل تيم لازم يسجل فكره المشروع بتاعته ليه على ويك 4. طبعا احنا شغالين اوبجكت اورينتد، فالبروجكت ماست امبلمنتد فيا اني اوبجكت اورينتد لانجويج زي جافا سي شارب، اشتغلت بايثون شغال اوبجكت اورينتد برضو بالبايثون، اشتغلت بي اتش بي زي لارافيل مثلا شغال اوبجكت اورينتد بروجرام. طبعا البروجكت لازم يكون ام في سي، متقسم داتابيز فيو كنترولر. البروجكت زي ما انت زي الفكره انت عاوزها، الفكره متاحه عاوزها سواء كان ديسكتوب او ويب او موبايل ابلكيشن. كل تيم لازم يثبت البروجكت دوكيومنتيشن بتاعته بيزد على ريكويرمنت اللي خدوها في سوفت وير انجينيرنج 1، يعني مش نفس يعني يعني مش طبعا مش هيبقى في نفس الديتيلز، لان كان البروجكت سوفت وير 1 كان جاست دوكيومنتيشن، ما كانش فيه امبلمنتيشن، كان التركيز اكتر على السيستم ديزاين. فاحنا مش لو انت يفضل لو انت تشتغل على نفس الفكرة، لو مش هتقدر عشان مش هتقدر تشتغل على نفس الفكرة تجيب فكرة على نفس المستوى، لكن ما تجيبش حاجة بسيطة يعني، فكرة على نفس مستوى فكرتك اللي كانت في سوفت وير ديزاين 1. بالنسبة للدوكيومنتيشن، الدوكيومنتيشن هنحتاج فيها كلاس دايجرام، وهنحتاج برضو داتابيز سكيما، نحتاج يوز كيسز، هنحتاج تعرف الريكويرمنت بتاعتك ديتيلز،
اهم حاجه الريكويرمنت تبقى معرفه ان ديتيلز عشان يبقى فاهمين الانبوت والاوت المطلوب منك المطلوب في البروجكت ده. الجزء المهم جدا ان لازم البروجكت بتاعك هيكون على الجيت هاب، سبميتد على الجيت هاب، هتكريت اكونت على الجيت هاب انت والتيم بتاعك، لازم يبقى في بول وبوش وكومنت لكل التيم على جيت هاب. ايضا هتضيفني، لازم البروجكت بتاعك يكون برايفت، هتضيفني وهتضيف المعيد بتاعك اللي في السكشن على، او المعيد اللي هيبقى لما هننزل التقسيمة كل معيد هيبقى مشرف على مجموعة من المشاريع، فانت هتضيف الايميل الخاص بيا والايميل الخاص بالمعيد بتاعك على البروجكت بتاعك على الجيت هاب عشان هنتابع معاك تطورات شغلك وتطور شغلك في المشروع. والتسليم غالبا بيكون في الأسبوع الـ11 أو الـ12 من الدراسة، لأن غالبا ده مش بينزل ضمن امتحانات العملي، فهيكون تسليمه خلال الدراسة، يا إما في الأسبوع الـ11 أو الأسبوع الـ12 حسب الأسبوع قبل الأخير أو الأخير من الدراسة إن شاء الله. طبعا الجريد بوليسي الخاصة بالبروجكت الدوكيومنتيشن عليها 5% والجيت هاب عليه 5% والامبلمنتيشن عليه 10%. طب هحاسبك ازاي في الامبلمنتيشن؟ هل انا مش هحاسب، انا مش بعلمك لغة برمجة، انا جاي هنا احاسبك هل انت بتفولو الكلين كود ولا لا، بتفولو الكلين كود، هل بتفولو الديزاين باترن، هل بتفولو شوية هل بتكتب ريدابل كود، بتكتب فانكشن صح، بتكتب بتستخدم الكومنت صح، بتستخدم الايرور هاندلنج صح، هل بتستخدم السوليد برينسيبلز بتاعتك في البروجكت. فهنا مش هحاسبك البروجكت انت كاتبه بايه وكاتبه ازاي وكاتبه وبيعمل ايه، انا هي من الامبلمنتيشن فولو الكلين كود ولا لا. وبالنسبه لي طبعا عشان حسب هنا ده شو كورس هسجله فيديو، لكن على حسب الواقع انا هشوف هخلص ايه الجزء اللي هقدر اخلصه من كلين كود، هقول لكم الايفاليويشن للبروجكت هيتم ازاي وهيتم اعلانها ده خلال منصة مايكروسوفت تيمز على الشانل الخاصة بتاعتنا عليه. وشكرا، واشوفكم في المحاضرة الاولى ان شاء الله الاسبوع القادم.